يا أصحابي وحبايب قلبي، بدي أطرح عليكم مشكلة صغيرة وبدي أطلب منكم تساعدوني لإلى حل. كل يوم أنا ورايح من بيتي على شغلي بتلاقى بطريقي بكذا حيوان ما عم بعرف لا شو نوعه ولا شو اسمه. أنا هلأ رأى أعطيكم مواصفات هالحيوان، بلكي منتساعد سوا لنلاقي له اسم. عندكم أول حيوان بس يكون في عجقة سير بيطلع خط تاني وخط تالت، بسكر خط الطلعة وخط النزلة، وصراحة ما عم بقدر افهم ليش بيعمل هيك الحيوان. فإذا بتريدوا لقي له اسم لهالحيوان. الحيوان التاني بيكون ماشي بسيارته عم بياكل ويشرب، هو حر يصطفل، بس ما عم بقدر افهم ليش بس يخلص أكله وشرب بينقبر هالحيوان بكب زبالته من شباك السيارة على الطريق. يا حيوان، مش ضروري يلي معود تعمله ببيتك تعملوا على الطريق بين العالم. فيا أصحابي خلونا نلاقي اسم كمان لهالحيوان. أما الحيوان الثالث يلي بتلاقى فيه كتير على طريقه، هيدا في منه كتير، بيكون ماشي فجأة بيكسر يمين، بيرجع بيكسر شمال، شوي بيسرع، شوي بيدعس فريم بنص الأوتوستراد، بيكون رح يقتلنا. شو بيكون عم يعمل؟ بيكون عم بيتحيوان على الواتساب. يا حيوان، إذا أنت حابب بتموت لا أجري ما ترجع، بس مش ضروري تقتلنا معك. يا أصحابي خلونا نلاقي كمان اسم لهالحيوان. الحيوان الرابع، أنا برأيي هيدا أقوى حيوان فيهم، بيكون سايق والحيوان مرته قاعدة حده وحاطة طفل بحضنه ما بيتعدى عمره كم شهر. يا حيوان، فريم صغير، ما رح أقول حادث، فريم هيدا الطفل بيروح بودع. هلأ إذا حيلفك الحظ وما عملت ولا حادث، كون أكيد بتكون عم بتربي طفل على الفوضى، وبكرة بيطلع حيوان مثلك إذا مش أكتر كمان. هيدا كمان يا أصحابي حيوان بدنا نلاقي له اسم، وبطريقكم إذا في مجال تلاقوا لي اسم لإلي أنا، لأنه هالحيوان اللي قدامكم امبارح كان عم يحكي على الموبايل هو عم بسوق السيارة. Thank you.